عايز أقول إن في ناس مشوا في الحياة الروحية بطريقة قوية ثم ضعفت حياتهم وفقدوا الدفعة الأولى القوية التي بدأوا بها. فما أسباب هذا الضعف في الحياة الروحية وما أسباب هذا التحول، وكيف إن الإنسان يبتدي بالروح وينتهي بالجسد، أو على الأقل يبقى في الروح ولكن في ضعف؟ إيه السبب فيه؟ أول حاجة عايز أقولها إن الحياة الروحية ليست خطا واحدا يرتفع باستمرار، إنما غالبية حياة الناس يوجد فيها زبزبات في الطريق الروحي. يعني من العبارات المؤثرة في هذا المجال قول الكتاب في آخر سفر الإصحاح الثامن من سفر التكوين بعد قصة الطوفان: مدة حياة الأرض صيف وشتاء، نهار وليل، برد وحر، لا تزال حياة الروحية كده. لكن الفرق بين الناس الأقوياء والضعفاء إن الشخص القوي جاي يستضعف حياته لكن بنسبة معينة، أما الشخص اللي بيمشي في الخطية فحياته بتنهار تماما ولا يبقى فيه شيء. كمان هل الضعفات التي تأتي تكون أشياء مؤقتة ولا مستمرة؟ وهل هي خفيفة ولا عميقة؟ وهل الضعف هو الأساس والقوة شيء فرعي، ولا القوة هي الأساس والضعف هو الشيء الفرعي؟ الحاجات دي مفروض ان احنا ناخد بالنا منها. يعني شوفوا، شمشون كان عايش في أورشليم، وبين الحين والآخر كان يذهب إلى غزة ويتعرف بامرأة هناك. فكان حياته الأولى في أورشليم وسفروا الوضع الطارئ عنه، لغاية لما استقر هناك وبقى ذهابه إلى أورشليم هو الوضع الفرعي. فهل الشخص اللي بيضعف بيصبح الضعف هو الأساس في حياته، ولا القوة هي الأساس ولكن الضعف أحيانا يأتيه لأول نقطة؟ على أي الحالات نبحث عن الأسباب ونناقش. أول سبب هو البعد عن حرارة التوبة. الإنسان في أول التوبة بتاعته بيكون عنده حرارة شديدة للتمسك بطريق ربنا ولتغيير حياته، لدرجة بعض الطوائف بتسميها التجديد. هذه الحرارة الأولى اللي بتتملكه بتدفعه إلى قدام دفعة شديدة، وجايز يكون عنده دموع كثيرة نتيجة التوبة. بعد ما بيبعد عن فترة التوبة بيتحول إلى وضع كما قيل عنه في سفر الرؤية: أنت لست حارا ولا باردا، أنا مزمع أن أتقيأك. ويبحث عن الحرارة الأولى فلا يجدها. لذلك الإنسان اللي بيكون حار في روحه هو الإنسان اللي قال زي داود النبي: خطيتي أمامي في كل حين. يحتفظ بحرارته نتيجة تمسكه بتوبته. كتير من الناس بيخشوا الكنيسة ويفتكروا أنهم سابوا حياة التوبة، دلوقتي دخلوا في الحياة الروحية. لكن سعيد هو الإنسان اللي يفتكر أنه باستمرار في حياة التوبة، وباستمرار يحتاج إلى الندم بتاع حياة التوبة والدموع بتاعة حياة التوبة والحرارة بتاعة حياة التوبة وانسحاق القلب بتاع حياة التوبة، وإلا حياته هتضعف. لا تجعل تأثير التوبة الروحي يزول من نفسك، انزال ذكر نفسك به مرة أخرى. ساعات الإنسان بيكون نقطة البدء في حياته في التوبة نقطة مش سليمة، أو نقطة مؤقتة، زي تأثر بشخص روحي، أو تأثر بعظة، أو بكتاب، أو تأثر بحادث من الحوادث، ولكن محبة ربنا ليست موجودة في قلبه. فلما يزول الأثر الأولاني يلاقي نفسه ضعف وما بقتش عنده المحبة اللي كانت موجودة في الأول والحرارة اللي كانت موجودة في الأول. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية أيضا البعد عن الروابط والوسائط الروحية. كلما كنت متمسكا بصلواتك
وبالأدبية بتاعتك وبمزاميرك وبالتأمل وبالقراءات الروحية وبالاجتماعات الروحية وبالاعتراف وبالتناول، ومواظب على كل هذا، تجد حياتك في حرارة مستمرة. إذا بدأت تبعد عن هذه الوسائط، اعرف أنك أنت هيجي وقت تبحث عن روحياتك فلا تجدها. وحينما يفتقدك الشيطان لا يجد إلى جوارك إنجيلا ولا مزمورا ولا تأملا، فتصبح فريسة سهلة. جايز في إنسان أول ما يبتدي حياته الروحية يكون مواظب على كل هذه الوسائط الروحية، وبعدين يبص يلاقي فكر يجاله، وإيه يعني المزامير وإيه يعني الأجبية، ما تصلي صلاة من قلبك، ما تصلي صلاة طبيعية روحية من عندك، وينخدع بهذا الفكر ويترك مزاميره وأجبيته ووسائطه الروحية، وبعدين يضيع منه حكاية الصلاة الروحية ولا يجد نفسه. حاول باستمرار انك انت تنمو في حياتك الروحية. توقف النمو بيجلب الفتور والضعف. توقف النمو بيجلب الفتور والضعف. اللي بينمو باستمرار حرارته تستمر باستمرار، زي عربية طول ما هي ماشية قدام تلاقي الموتور بتاعها ماشي والعربية سخنة، تسيبها تبتدي تبرد، تسيبها شهر من الزمن ما تحركهاش تلاقي الموتور بتاعها ابتدي يتلف. لازم يكون عندك حركة مستمرة نامية في حياتك الروحية، وإلا هتضعف. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية شكلية العبادة أو روتينية العبادة، حيث تتحول العبادة إلى مجرد قانون، إلى روتين بلا روح بلا فهم بلا عمق بلا حرارة، مجرد أداء واجب. إذا وصل الإنسان إلى هذا الوضع يجد أنه بدأ يضعف روحيا وحرارته بدأت تنطفئ، أو يشعر أن الصلوات بتاعته مجرد واجب، أو العبادة مجرد واجب، أو القداسات مجرد عادة يقوم بها، اتعود أنه يروح الكنيسة، اتعود أنه يتناول، بلا روح بلا عمق بلا فهم، أو أنه بيقول كلام قصاد ربنا ولا يدرك قيمته. كثير من الناس بيصلوا صلوات الأجبية دون أن يدرك معناها ودون أن يفهمها، مجرد ترديد ألفاظ ويخرج بلا نتيجة. إذا أردت أن حياتك لا تضعف، خذ صلواتك مجالا للتأمل وللعمق، وكل مزمور تعمق فيه وفي فهمه وفي معناه لغاية لما تجده سبب بركة ليك. زمان كانوا بيصلوا وبيقولوا بعض الآباء من حلاوة الكلمة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يتركوها إلى عبارة أخرى. في واحد من الآباء كان المزمور 50 يقعد يصلي فيه ساعتين أو ثلاثة مش قادر يخلصه من حلاوة الألفاظ اللي فيه، كل لفظ ليه عمق. زي ما بيقول داود في المزمور: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. حاول أنك تأخذ المزامير والصلوات المحفوظة مجالا للتأمل وللتعمق في معناه، عشان تقدر تصلي بروح وبفهم. لأن ليس المهم في طول الصلاة إنما في عمق الصلاة. العشار قال جملة واحدة وخرج بها مبررا، بينما الفريسي قال كلام كتير وما استفادش منه ولم يخرج مبررا مثل ذاك. ابتدي امسك صلواتك مجال للتأمل وللتعمق. احنا مرة قدمنا لكم كتابا عن مزمور واحد هو مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك، وقدمنا لكم كتابا آخر عن مزمور الثالث: يا رب لماذا كثر الذين يحزنون، وقدمنا لكم كتابا آخر عن المزمور 50. وإن شاء الله هنحاول نقدم لكم كتب عندية. حاول تقرأ الكتاب وتشوف المعاني اللي فيه. صلاة الشكر برضو قدم لكم كتاب عندي، شوفوا ايه الكلام الموجود، ايه عمق اللفظ، وامتجد قلبك تشبع بالصلاة وامتلأ
بروحانية الكلمات وأصبحت تقولها بعمق. لكن إذا قلت الكلام مجرد كر بلا فهم بلا عمق هتجد حياتك تضعف. كمان السرعة في الصلاة. أنا لاحظت زمان أيام ما كنا بنصلي التسبيحة بهدوء في الدير كان الواحد بيقول الكلام وهو فهم معناه ومتعمق فيه. بعدين كل ما الناس ابتدت يقوى حفظهم تكتر سرعته، يعني كل ما يحفظ التسبيحة تكتر سرعته، وكل ما تكتر سرعته تقل روحانيته. تلاقي كتير من المعلمين قاعدين يقولوا بسرعة زي ما يكون واحد يجري وراهم بكرباط، والفهم ايه؟ مفيش. الروحانيات ايه؟ مفيش. فلا تحاول انك انت تصلي بالسرعة التي تفقد فيها التأمل والعمق والحرارة والفهم. على رأي مارس قال إذا حربت بهذا الأمر قل أنا ما وقفت أمام الله لكي أعد ألفاظا. إذا ضعفت حياتك الروحية ابحث عن السبب في ضعفك وحاول أنك أنت تعالج السبب سواء كان من جوه أو من بره. ربما من أسباب ضعف الحياة الروحية المتكئات الأولى. يعني المتكئات الأولى؟ زمان وانت مبتدئ في حياة التوبة كنت تخش الكنيسة تقول أنا غير مستحق إن أنا أدخل الكنيسة، وربما تقف وراء عمود وتقول أنا مش مستحق يشوفني الناس حتى. دلوقتي بعد ما دخلت في المتكئات الأولى وأصبحت من القادة ربما تحولت من عابد إلى معلم. تخش الكنيسة تسبقك الهيبة والوقار وانت داخل تشوف تلاميذك وتشوف اولادك وتشوف النظام وترقب هذا وترقب ذاك، وانا مش عاجبني اللي بيحصل هنا ومش عاجبني اللي بيحصل هنا، وتنسى روحك تنسى روحك. وجايز في هذه الفترة تتحول من الروحانية الى العقلانية، تتحول من الروحانية الى الايه؟ الى العقلانية. يعني ممكن أي موضوع من الموضوعات الروحية تحوله إلى فلسفة وإلى فكر وإلى مقدمات وإلى عناصر وإلى نتائج وإلى واحد واثنين وثلاثة، وتلاقي بتفكر أفكار وبتجيب آيات وبتجيب مقتبسات ومخك بيشتغل وروحك مش موجودة خالص خالص. لقيت شخص عقلاني، شخص عقلاني بتشغل عقلك لكن ما بتشغلش روحك. صدقوني في كثير من الأحيان الواحد يمسك بعض المؤلفات اللي في السوق ويلاقي كتاب له اسم روحاني يقعد يقرأ فيه يجد بيشغل العقل بس والروح ما فيش. بيشغل العقل كما لو كان دراسة، وكل شوية يقول لك الآية دي في اللغة العبرانية مكتوبة كذا واللفظ ده يقصد به كذا، وفي ترجمة مش عارف كينج جيمس موجودة كذا، وترجمة ناشونال مش عارف موجودة كذا، ونخش في أدوار بتاعت بحوث. طب وفين الروحيات؟ مفيش. خاف جدا من انك انت تتحول الى الوضع العقلاني وتنسى الروحيات بتاعتك وتقرأ الكتاب للدراسة وليس للاستفادة. كتير من الناس كانوا يجيبوا لي الإنجيل أكتب لهم كلمة أقول لهم فيه اتخذ كل كلمة في هذا الكتاب المقدس سببا لنموك الروحي. اتخذ كل كلمة في هذا الكتاب المقدس سببا لنموك الروحي. وأحيانا كنت أكتب للقراءة اليومية والاستفادة الروحية. اقرأ لكي تستفيد، مش قراءة عقل أو دراسة. أهو دراسة الكتاب موجود، لكن المهم في الروحيات. فاكر وأنا لسه تلميذ في سنة أولى في الكلية الإكليريكية، وأنا تلميذ في سنة أولى في الكلية الإكليريكية كان مقرر علينا كتاب للاهوت النظري كله فلسفة. ما انكرش إن أنا استفدت منه، لكن كتب في كتابي في مقدمته العبارة الآتية: بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الأمور العويصة يكون كثير من البسطاء
قد انسلوا داخلين إلى ملكوت السماوات، قد انسلوا داخلين إلى ملكوت الله. كويس ناخد معلومات في عقلنا، لكن لازم نتخذها مجال للروحيات. لو استبقينا الوضع العقلاني فقط هنضيع نفسنا. ده في ناس للأسف في بعض كنائس الغرب يقرأ الكتاب المقدس الذي لا يوافق عقله ما يوافقش هو عليه وينتقده. وقرأت كتابا لأحد الأساقف الغربيين يهاجم القديس بولس الرسول لأنه ما جاش على مزاجه في بعض الأفكار. حتى بولس الرسول العقل، عقل بيشتغل وروح مش موجودة. احترس من ان العقلانية تطغى على الروحانية. لا مانع من ان تستخدم عقلك كوزن من الله، لكن تستخدم عقلك بطريقة روحانية. اللي فيكم مثلا يقرأ كتاب القديس أثناسيوس The Incarnation of the Logos، تجسد اللوغوس، تجسد الكلمة، يلاقيه كتاب لاهوت ويلاقيه كتاب روحيات ويلاقيه فيه العقلانية وفيه الروحانية وفيه المنطق والفلسفة وفيه عمق الروح. هكذا كان الآباء لا يسمحون العقلانية تطغى على الروحانية. لا تجعل روحياتك تهبط إلى العقلانية، ولا تجعل قلبك يهبط من الحب إلى الروتين. استمر كما أنت في روحيات، وحاول باستمرار أن تكون متحركا في الروحيات، يعني لا تقف عند وضع. زي ما قال بولس الرسول أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرب، أركضوا لكي تنالوا. أدي اللي موجود باستمرار، حاول أنك أنت تنمو في حياتك الروحية. من ضمن أسباب ضعف الروحيات تحولها من جهة الله إلى الناس. يعني زمان كنت بتصلي صلاتك موجهة لله، دلوقتي صلاتك ممكن تبقى موجهة إلى الناس. هيقولوا علي إيه؟ صلواتي أمامهم صلوات حارة، اللهجة، الدموع، الحرارة، المنظر. قرالك إيه؟ الناس مالوا بيك؟ في صفاتك الروحية تشتغل إيجابيا لكي تكون قدوة، وسلبيا لألا تصبح عصر. طب وربنا، هل أنت بتفعل الخير لكي تكون قدوة، أو بتبعد عن الشر حتى لا تكون عصرة؟ ما مكان ربنا في قلبك؟ هل الناس أخذوا هذه المكانة؟ بتخدم عشان الناس يشوفوا نشاطك، علشان تاخد مركز في الخدمة، عشان ترتقي من خادم إلى مساعد أمين إلى أمين مش عارف أسرة إلى أمين عام. أنت فين؟ ما مركز الله في كل ما تعمله؟ ما مركز الله في فضائلك، في روحياتك، في صلاتك، في خدمتك؟ هل الناس أخذوا هذا الأمر أما زال الله كما هو؟ هل يهمك تعليق الناس؟ هل تخاف من التدقيق لألا يسموه وسوسة؟ هل تخاف من السكوت لألا يظنوه جهلا؟ هل تهتم بما يرضي الناس، بما يستحسنونه، ولا ربنا هو بالنسبة لك كل شيء؟ بولس الرسول بيقول لو كنت بعد أرض الناس فلست عبدا للمسيح. أحيانا يكون سبب ضعف الحياة الروحية الاهتمام بفضائل الجسد أكثر من فضائل الروح. يعني تلاقي الإنسان أهم حاجة عنده مثلا يصوم قد إيه، فترة الانقطاع إيه، الأنواع اللي ما يأكلهاش إيه، الكمية، لكن روحانية الصوم مش في قلبه. يهتم بعدد المطنيات حاجة جزدانية، وما يهتمش بروحانية المطنية وما يصحبها من انسحاق، وما يصحبها من صلوات، وما يصحبها من تبكيت النفس. المهم أنا بضرب كم مطنية في اليوم. الاهتمام بالنوع الجزداني، يعني زي راهب يقول أنا ما أكلش اللحم، أنا ألبس خيش، أنا ما أتكلمش. الله،
أنا أحبس نفسي في قلاية. اهتم بالفضيلة من جوه، اهتم بمحبة الله، اهتم بثمار الروح في حياتك. مين بيحاول يدرب نفسه عن المحبة والفرح والسلام وطول الأناه والوداعة والتعفف؟ مين بيدرب نفسه عن دي؟ قليل لما كنت أشوف شاب يقول لي عايز تدريب عن سلام القلب، عن الوداع، يقول لك اديني تدريب في الصمت. ما هو الصمت حاجة جزدانية. يا ريت أثناء الفضائل الجزدانية تأخذ روحيتها، يعني بتاخد فضيلة أن يصمت اللسان لكي يتكلم القلب من الداخل مع ربنا. إنك لا تأكل من الطعام الجزداني لكي تتغذى بطعام روحي. لكن كثير من الناس يقفون في فضائلهم عند المستوى الجزداني فقط، ولا يهتمون بالروحيات في حياتهم. يهبطون من الحب إلى الروتين، ويهبطون من الروحانية إلى العقلانية، ويهبطون من الاهتمام بالله إلى الاهتمام بالناس، يهبطون من فضائل الروح إلى فضائل الجسد. من ضمن الأسباب التي تضعف الحياة الروحية المشغوليات الكثيرة، بحيث أن الإنسان يهبط من مستوى مريم إلى مستوى مرثى. أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، مشغول 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 على طول على طول، مشغول بالناس، مشغول بأمور العالم، مشغول بالوظيفة، مشغول بالمادة، مشغول بالدراسة، وقته كله ضايع. إيه المشغولية دي؟ كان في الأول هدفه الله وحده، دلوقتي دخلت أهداف كثيرة إلى جوار الله. كان وقته بيديه كثير لربنا، دلوقتي الوقت بيديه لحاجات كثيرة. ما هو الابن الضال الكبير قال لأبوه هذه سنين أخدمك سنين هذا عددك، ولكن كان مشغول بالخدمة مش مشغول بربنا، عشان كده ما كانش قلبه مع ربنا. أصبح ربنا في ركن من حياته وجايز لا يجده، والوقت كله ضايع في مشغوليات كثيرة. ويقول لربنا إن حصل لي وقت أبقى أستدعيك. سواء مشغولية طارئة تأخذ وقت الإنسان، زي مرض مثلا، زي امتحان، زي عمل إضافي، زي ضيف جديد جه في حياته، أو مشغولية مستمرة. واحد يقول لربنا طب يا رب ايه، سيبني لغاية لما اخلص البكالوريوس وانا افضلك. بعد ما ياخد البكالوريوس قول له طب استنى لما اخد الدبلومة او الماجستير وبعدين افضلك. وبعد ما ياخد الدبلومة او الماجستير يقول له استنى لما اخد الدكتوراه وبعدين افضلك. على بال ما يخلص يقول له ولا مؤاخذة، انا علشان اترقى من مدرس لمساعد استاذ لازم اقدم بيبرز كتيرة، و لما خلص البيبرز أفضل. امتى تفضل؟ زي الزوجة اللي تقول طب بعد ما اخلص من تربية الودة ابقى افضل، على بال ما تربي الودة يكون جالها ود تاني، على بال ما تربي التاني. مفيش، ما اتعودت، اتعودت ما تديش وقت لربنا، اتعودت تهمل واجباتها الروحية، اتعودت تعتذر باسم العيال ومشغولية البيت. كثير من الناس ضاعوا بسبب المشغولية طارئة كانت أو دائمة. بعض الناس بتضعف روحياتهم لأنهم بيظنوا أن الروحيات هي مجرد العبادة، يعني الروحيات عنده هي الصلاة، هي الصوم، هي الكنيسة، هي الاعتراف، هي التناول، وما يفكرش أبدا في ثمار الروح، ما يفكرش أبدا في ثمار الروح اللي قلنا عليه. ازاي يصل مثلا للمحبة، ازاي يصل للسلام، ازاي يصل للفرح، ازاي يصل للتواضع، ازاي يصل للقداسة للكمال؟ مفيش. هو فاكر الحكاية مجرد صلاة وصوم وخلصت على كده. وربنا يقول له اعطيني قلب. انت فمك بيشتغل كتير لكن قلبك فين؟ يعني ممكن يكون بيصلي صلواته وفي خصومات بينه وبين الناس،
ممكن يكون يصوم وفي كبرياء في قلبه، ممكن يكون بيحضر الكنيسة باستمرار وفيه قساوة في طبعه. ايه هي الروحيات؟ مجرد صلاة وصوم. مما يضعف روحيات الانسان ايضا ان خطية او شهوة تدخل الى قلبه فتفسد عليه كل حاجة. الخطية دي زي فيروس كده معين يخش تلاقي الانسان صحته ارتبكت كلها، مجرد فيروس ما يتشافش بالعين المجرد. اهي شهوة دخلت جوه وتمكنت واستولت على كل حاجة. زي مثلا انسان تضعف حياته الروحية بسبب انه تحول هدفه الى الاصلاح، يقول لك انا عايز اصلح الكنيسة. طب ومن اقامك قاضيا او مصلح؟ لا، دويل لي ان كنت لا ابشر. طب بشر، ينزل تخبيط في اللي رايح وفي اللي جاي علشان يصلح. ولكي يقضي على الزوان او ما يظنه زوانا يتحول نفسه الى زوان، وتلاقي الطبع بقى جديد والالفاظ بقى نار، وتلاقي الكلام والتشهير وغيره وغيره. مالك يا حبيبي؟ انا بصلح. ثم تصلح نفسك في الاول، ما تخرج الخشبه اللي في عينك قبل ما تدور على القزه التي في عين اخيك. حاجه عجيبه جدا. ويضيع روحياته وبعدين يبحث عن نفسه فلا يجد، يبحث عن نفسه فلا يجد. من ضمن الاشياء التي تضعف الحياه الروحيه الكسل والراحه والاسترخاء وعدم الرغبه في انه يتعب من اجل ربنا، او الفهم الخاطئ لمحبه الله، الله المحب الدائم المغفره الطويل الاناه الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا. طب أكمنه لم يصنع معنا حسب خطايانا أم نزود خطايانا؟ أكمنه لم يجازنا حسب آثامنا أم نستمر في الآثام؟ ويفتكر أن زالت التكاليف بين زالت الكلفة يعني بينه وبين الله ودخل في الدالة، الدالة اللي يصلي بها وهو نايم ويقرأ الكتاب المقدس وهو بيشرب كوباية شاي، دالة. الدالة دي ما فيهاش شوية احترام، ما فيهاش شوية تقدير، ما الكسل والراحة. يجي ساعة النوم بدل ما يصلي يقول يا رب انت عارف اللي في القلب هي حكاية مجرد كلام، ما انت عارف، انت تعلم يا رب كل شيء، انت تعرف اني احبك. هو كمان قالها بطرس تقولها انت. ضمن الاشياء التي تضعف الروحيات عدم استيفاء فترة الانسحاق في القلب، وخصوصا تحول بعض الناس من التوبة إلى الخدمة بسرعة وفترة الانسحاق يقول لك لا، ده بيقول افرحوا في الرب كل حين، ويقول أيضا افرحوا. الذين لم يعطوا الخطية فترة كافية من الانسحاق بيضيعوا ضياعا كاملا. الذين لا يؤدبون أنفسهم تأديبا قويا ويوبخون زواتهم ويبكتونها، ممكن ان هو يضيع روحه، وممكن ان حياته تضعف لسبب انه لم يعطي الانسحاق الفترة الكافية. نكتفي بكده، اتفضلوا صح. Thank you.
الصلوات والطلبات التي ترفعها على أم حين والدة الإله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمقربين والقديسين الذين عملوا ربط أعمالهم الصالح والحين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس وجميع قديس هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وهبتهم ومولاتهم ورحمتهم وشفاعتهم قدفوا معنا جميعا في الذنوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.